صباح الخير من قلب عدن النابض، من أحلى مكان فيك يا عدن. صهاريج عدن ورانا، هذه جبال صهاريج عدن. اللي ما يعرف صهاريج عدن يتفرج على الفيديو للآخر ويصلي على النبي ويذكر الله. هذا مدخل صهاريج عدن. صهاريج عدن اللي ما يعرف هذه مغنى، هي عبارة عن خزانات مي جبلية أبنوها أجداد أجدادنا مش أجدادنا. البعض يقول انهم بنوها البريطانيين، ولكن هذا الكلام غير صحيح. البريطانيين، الاحتلال البريطاني عاد ترميمها وصممها بشكل افضل، يعني لانه اجدادنا بنوها على الطريقه البدائيه، حفر في الجبل، استفادوا من تقارب الجبال وان المياه تجي في هذا الاتجاه، وحفروا فيها جروف مائيه مشان يخزنوا المي فيها من موسم الامطار لموسم الجفاف. وبعدين اقول بريطانيين وصمموها تصميم اخر وعادوا ترميمها ووسعوا المكان. خلوكم معنا ونشوفها فوق. هذه اللوحة اللي تقول إن عاد تأهيلها في 1854، طبعا بس هي بنيت قبل التاريخ هذا، وإنما هذه اللوحة اللي وجدت للترميم البريطاني، يعني عاد تأهيله. هذا خزان، وإذا تبان لكم الأرقام هناك هي الارتفاع. هذه صهاريج عدن. المي كان ينزل من الجبال، من أعلى الجبل، مياه الأمطار سبحان الله، وتتخزن. وزارة السياحة نظفوها على الأقل، منظر جمالي تكون، عارف إن ما حد يستفيد من المي. هذه بير موجودة من زمان، تخيل وسط جبل، سبحان الله كيف حفروها. شوفوا وسط الصهاريج هذه البير. هذا المكان الوحيد اللي فيه مي. لأنه بين الجبال، رغم شمس عدن حارقة والحمام عايشين هنا سبحان الله، فلهذا المكان لأنه ما تطلع عليه الشمس بكثرة ما زال محتفظ في المي. من فوق صهاريج عدن نقول لكم السلام عليكم، صلوا على النبي واذكروا الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمكم لنا. الله عيب يا وزارة السياحة في عدن، يعني صهاريج عدن تهملوها لهذا الحد؟ ما فيش عندكم كيسين اسمنت؟ كيس اسمنت وبيجي لكم عامل متطوع لوجه الله بيشتغل لكم. خافوا الله في انفسكم. خشب تركوا، سور اثري تركوا بخشب، كم بتاكلوا؟